بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد أنديب. النهاردة هكلمكم بإذن الله عن موضوع النومينال بريشر أو البريشر ريتنج للبايبس أو الإريجيشن بايبس. الموضوع ده بيغفل عنه كثير من المصممين، وهو لا يقل أهمية عن الفيلوزيتي أو السرعة في داخل البايبات، اللي هي محددة بالسرعة الاقتصادية 1.5 متر بير سكند أو 5 فيت بير سكند. الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده لا يقل اهميه، بل ممكن يكون اخطر من السرعه الحرجه، وهنشوف دلوقتي باذن الله الموضوع ده هيفرق معايا ازاي كمصمم في ان انا اختار البايب المناسبه بالبريشر ريتنج المناسب بالماتيريال المناسبه على حسب المشروع. أول هنبدأ نسأل أسئلة كده، الأسئلة دي توضح لنا الصورة أكتر. إيه هو البريشر ريتنج؟ الديفينيشن بتاعه هنبدأ إن إحنا نتكلم عليه. إيه الفاكتورز اللي بتأثر عليه؟ إزاي أحسب المينيمم ريكوايرد نومينال بريشر ليا اللي أنا محتاجه في الشبكة؟ دي من أساسيات التصميم، وكمصمم لازم أكون عارف الموضوع ده كويس، زي الفيلوزيتي كده، زي موضوع الفيلوزيتي لازم أكون فاهم الموضوع بتاع البريشر ريتنج ده برضو نفس الفهم، وعايز أقول لك إن هو أخطر من الفيلوزيتي. إزاي نحسب الماكسيمم الاوبل وركينج بريشر؟ أقصى ضغط ممكن أشغله على البايب، يعني أنا جايب بايب 16 بار، إيه أقصى كام أقصى أقصى ضغط أقصى ضغط تشغيل للبايب دي؟ ده برضو ليه معادلات وليه حسابات هنتطرق إليها دلوقتي. سؤال كده اللي هو السؤال الوارد اللي هو بيتسأل غالبا، امتى استخدم اتش دي بي اي وامتى استخدم بي في سي او يو بي في سي في شبكات الري؟ يعني تبص تلاقي في مشاريع بيستخدموا فيها اتش دي بي اي للمين لاين، وفي مشاريع تانية بنستخدم يو بي في سي. طيب انهي احسن؟ هو ده السؤال الدارج، انهي احسن؟ او امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ في نهاية الفيديو بإذن الله هيكون عندك الإجابة، وهتقدر بنفسك تحكم وتحدد الحاجة دي. طيب اول حاجة الديفينيشن بتاع البريشر ريتنج البايبس، لما نقول ان البايب البي ان بتاعها 16 او 15 او 10، ده معناه ايه؟ معناها ان ده الضغط اللي بتقدر تتحمله، ضغط استاتيكي، معلش بين قوسين، ضغط استاتيكي اللي تستحمله البايب لمدة 100,000 ساعة عند درجة حرارة 23 درجة مئوية. ده تعريف حسب المرجع اللي قدامي. في مرجع تاني بيغير بس في الايه، بيغير في درجة الحرارة 20 21 23، يعني هي في الرينج من 20 ل 23 درجة مئوية البايب بتقدر تستحمل ضغط استاتيكي لمدة 100,000 ساعة. اللي بيحصل فعليا ان هما بيختبروا البايب على 11,000 ساعة، بس 11,000 ساعة، وعن طريق معادلات بيقدروا ان هم يتوقعوا اذا كانت تستحمل لحد 100,000 ساعة ولا لا، وبيتعمل عليها تيست او اكتر من تيست للبايب، الكريب تيست، التنسل تيست، البريتل تيست، البيرست تيست. كل دي اختبارات بتمر بيها البايب عشان في الاخر يقول لي البايب دي فعلا تستحمل الضغط ده لمدة 100,000 ساعة ولا لا. لكن يبقى كده دلوقتي عرفنا معنى البي ان او البريشر ريتنج للبايب. 16 يعني تستحمل 16 بار عند درجه حراره 20 21 23 درجه مئوي لمده 100,000 ساعه، لكن ضغط استاتيكي يا جماعه، ضغط استاتيكي مش ضغط ديناميكي. كمل. طيب ايه الحاجات اللي بتاثر على البريشر ريتنج؟ اكتر من حاجه، لكن انا اخدت ثلاثه بس، والثلاثه هتكلم عن اثنين، واحد واثنين. رقم ثلاثه مش هتكلم عليه قوي، يعني خلاص يعني يعتبر مفهوم. يعني درجه حراره الميه رقم واحد، الحاجات الفاكتورز اللي بتاثر عليه درجه حراره الميه. رقم اثنين الاوبريشن بريشر، يعني لما انا كمصمم لما اجي اشتغل ابقى عارف ان اقصى درجه لازم اعرف اقصى درجه حراره بتوصل ليها الميه كام، والاوبريشن بريشر عندي الماكسيمم عندي هيكون كام. طبعا في حسابات طبعا او في رولز، يعني مثلا لو انا بستخدم رشاش، الرشاش ده عايز 3.5 بار، في رول ان الفوائد في الضغط ما تزيدش عن يعني 10% او 20% في المين لاين، فانا بزود فوق ال 3.5 ال 20%
فيبقى هو ده الماكسيمم بريشر، ونحط كمان 10% سيفتي يبقى هو ده الماكسيمم اوبريشن بريشر. توقع بتقدر تحسبها، وفي رولز ليها بنقدر نحسبها بيها، يعني الموضوع مش عشوائي، لكن بيقدر ان هو يدي لك انديكيشن، مش بيدي لك الاكشوال. الاكشوال اللي حضرتك هتحسبه عن طريق هارد كروس، او تحسبه باستخدام هارد كروس ودارسي، او هارد كروس وهازن ويليامز، او بتحسبه بمعادله هازن ويليامز بس، مش محتاج الهارد كروس. لكن في النهايه الفعل حضرتك هتحدده في الاخر، لكن مبدئيا بتحدد التراك او الاتجاه بتاعك هيمشي ازاي في الديزاين. الانستليشن يعني مش الانستليشن يعني هيفرق معاك شويه، او هيبقى فيه محددات في الاستخدام لنوع البايب، النوع الماتيريال بتاعت البايب، نوع التركيب كمان لحامات، يعني مثلا لو اتش دي بي اي ممكن الموقع يجبرني ان انا لازم استخدم اتش دي بي اي، او استخدم قصدي استخدم الكترو فيوجن ولا بات فيوجن. احيانا الموقع يحدد لي الموضوع ده حسب الشغل، المواصفه، او ممكن نقول السايز، السايزنج، السايزز اللي انا هستخدمها فوق ال 63 بات ويلدنج، فوق تحت ال 63 مللي هيبقى الكترو فيوجن. يعني الانستليشن ده خلينا نخليها دلوقتي، لان دي حاجه يعني اقل اهميه من الحاجتين الاولانيين اللي هي الووتر تمبريتشر والاوبريشن بريشر، دول اللي انا هتكلم عليهم النهارده، وازاي بيأثروا على البريشر ريتنج او اختيار للبايب اصلا من الاول اللي انا هبدأ اعمل عليها الديزاين. دي العلاقه ما بين درجه الحراره والبريشر ريتنج. كل ما درجه الحراره بتزيد عن درجه الحراره التصنيعيه او اللي هي القياسيه اللي احنا اتكلمناها في الديفينيشن بتاع البريشر ريتنج اللي هي 23 درجه مئوي، كل ما زيد عن 23 درجه مئوي كل ما يحصل ريدكشن للبريشر ريتنج بتاع البايب. يعني البريشر ريتنج بتاع البايب مش ثابت، خلينا نتفق على هذه الجمله، البريشر ريتنج غير ثابت. لو انا اشتريت بايب 15 بار او 16 بار او 10 بار، البايب دي مجرد حضرتك ما بتركبها وتشغلها هي مش هتفضل على الريتنج بتاعها، لان ده بيتوقف على درجه الحراره للمياه اللي حضرتك بتستخدمها. درجه الحراره من تحت ال 27 درجه مئوي، في ريفرنس تاني هوريه لكم دلوقتي، تحت ال 27 درجه مئوي اوكي بتكون از ات از زي ما هي. فوق ال 27 درجه مئوي بتبدا البايب البريشر ريتنج بتاعها يقل. ده بيأثر عليا في ايه؟ بيأثر عليا في ان انا اعمل حسابي ان ضغط التشغيل ما يعديش الايه؟ الحد الامن لضغط التشغيل للبايب. كل الامور دي هنجيبها بالتفصيل اكتر دلوقتي، لكن انا عايز اوري لك العلاقه ما بين البريشر ريتنج وما بين درجه الحراره. كل ما درجه الحراره تزيد كل ما بنسبه معينه او بنسبه البريشر ريتنج بيقل بيها. ده جدول تاني اكثر ايضاحا، بيوريني برضو الفاكتور اللي هو الدي ريتنج للبريشر ريتنج، وهنا التمبريتشر بالفيرنهايت بالسيليزيوس، وهنا انواع الماتيريال او الخامات للبايبات، البي في دي، السي بي بي سي، البي بي سي، البي بي بي اي اكس، البي اي، كل دي ماتيريال للبايبس. هتلاحظ ان انا عامل هايلايت على ال 32 وال 0.8 وعلى ال 43 درجه سيليزيوس و 0.5 0.8، هنرجع لهم تاني لما نيجي نتكلم في المعادلات. ده برضو شكل بيوضح، رسم بياني بيوضح الماتيريال ودرجة تأثرها بدرجة الحرارة وبالنسبة للبريشر ريتنج أو النومينال بريشر بتاع المية. طيب درجة الحرارة بتاع المية أجيبها إزاي؟ أو أعرفها إزاي درجة حرارة المية، درجة حرارة المية؟ بتقدر إن أنت تقيسها، وبتقدر ان انت تاخدها من البيانات الارصاد الجويه وما الى ذلك. يعني على سبيل المثال مثلا ده الماكسيموم ووتر تمبريتشر ان دوحه مانثلي، دي ده كل شهر، وكل شهر درجه حراره المياه كام للبحر. فاغسطس هو اعلى درجه، بيسجل اعلى درجه حراره للمياه. ممكن انت في 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 بلدك، في منطقتك، في المكان اللي هيتعمل فيه المشروع، بتقدر ان انت تقيس درجه حراره المياه في التانك، الووتر تانك او ايا كان مصدر المياه، بقيس درجه حرارتها، وفي الشهر اغسطس
يعني ده اعلى درجة حرارة بتسجل يعني في معظم البلاد بتكون في اغسطس. طيب الدي ريتنج زي ما احنا قلنا ان بيقل البار او البي ان بتاع البايب بمقدار معين، المقدار اللي انا او المقدار اللي انا هجيبه من الجدول اللي احنا شفناه من شوية اللي هو عند درجة حرارة 21 درجة مئوية هو واحد، الفاكتور واحد، فبضربه في 15 او 16 حسب الكلاس اللي انت شغال عليه والستاندر اللي انت شغال عليه، ده البريتش ستاندرد 15 كلاس ايه، فبضرب واحد في 15 بيديني 15، ده يبقى كده البايب شغاله معايا على الريتنج بتاعها بتاع التصنيع بتاعها، الريتنج التصنيعي. لكن زي مثلا درجه الحراره هنا وصلت ل 32 درجه مئوي، هيبقى ده 0.8 يعني 80% مضروب في 15 يعني هتعمل حوالي 12 بار. فالبايب ما بقتش على الريتنج التصنيعي بتاعها، البايب هتقل او الريتنج هيقل، ودي حاجه لو الديزاينر ما خدش باله منها هتحصل مشاكل بعدين هقول لكم عليها. طيب في لما الريتنج يقل او الريتنج بتاع البايب يتاثر، في حاجه تانية هتتاثر اسمها الماكسيمم الاوبل وركينج بريشر، اقصى ضغط تشغيلي للبايب. ده بيتوقف على البايب بريشر ريتنج اللي هو الفعلي وليس البريشر ريتنج بتاع المصنع او البي ان النومينال بريشر ريت النومينال بريشر مش الاسمي، انا عايز الفعلي اللي هو هيكون بناء على درجه الحراره المياه عندي. فده بيساوي ايه؟ بضرب البايب بريشر ريتنج في السيفتي بريكوشن. سيفتي بريكوشن ده في مراجع قالت 78% وفي مراجع قالت 72%، لكن غالبا احنا بنستخدم ال 78% ومعظم المصانع بتستخدم ال 78%. على السايكليك سيرج بريشر فاكتور، السايكليك سيرج بريشر ده احنا عندنا الووتر هامر نوعين، الترانسينت سيرج بريشر والسايكليك سيرج بريشر. السايكليك سيرج بريشر ده اللي بيحصل الطبيعي او العادي اللي بيحصل بسبب قفل وفتح المحابس الاوتوماتيك، يعني طول ما الشبكه شغاله هو شغال، بيحصل عادي او طبيعي يعني، وده بيوصل لضعف ضغط التشغيل. يعني لو عندي ضغط التشغيل 4 فالسايكليك سيرج بيوصل ل 8 بار جوه الماسوره. بناء على القانون ده لو عوضت بال 15 اللي هي في المعادله اللي فاتت مضروبه في ال 0.78 اللي هي السيفتي بريكوشن مقسومه على الاثنين السايكليك سيرج بريشر هيديني 5.85. تعالى هنقف عند الرقم ده شويه كده ونتامله شويه لان ده الرقم ده هصدم ناس كتير بيه دلوقتي. البايبس اليو بي في سي بايبس الكلاس اي ما ينفعش ان انا اشغلها على اكتر من 5.85 بار. ده الكلام ده مش كلامي، ده كلام المراجع اللي قدامنا دي، ان البايب الكلاس اي 15 بار ما ينفعش تزيد عن 5.85. طب واحد يقول لي 16 بار، هوري لك دلوقتي في الاكسل شيت هتحسبها ازاي 16 وازاي تحسب ال 10 وازاي تحسب كل حاجه. لكن انا النقطه دي هقف عندها لان في ناس بتشغل البي في سي بايبز او اليو بي في سي بايبز الكلاس اي على 7 بار، في ناس بتشغلها على 6.5 و7 بار والكلام ده. هل الكلام ده صح؟ لا طبعا مش صح، بيأثر على اللايف تايم بتاع البايب والبايب بتتكسر خصوصا في بدايه الصيف او في بدايه الشتاء اللي هي فتره التذبذب في الحراره او في شهر اغسطس بالذات او في بدايه شهر 5 شهر 4 تحصل كسور كتير ويحصل مشاكل في الميل لاين غالبا يعني. تمام، النقطة دي كريتيكال ونخلي بالنا منها لأنها نقطة تصميمية مهمة جدا ولا تقل أهمية عن الووتر فيلوسيتي أو سرعة المياه والسرعة الاقتصادية اللي هي 1.5، السرعة الحرجة إن أنا ما أتعدهاش ال 2 متر بير سكند، يعني نخلي بالنا من النقطة دي. هنكمل لسه، إحنا ما خلصناش لسه، في فاضل معادلة تانية، التلاتة بيكملوا بعض وهوريهم لك في الإكسل إزاي بتربطهم مع بعض. بعدين في حاجة اسمها المينيمم ريكوايرد بريشر ريتنج. اولاني انا كنت عاملها بالشكل ده ان انا بشوف درجه الحراره وبشوف الماكسيمم البريشر ريتنج للبايب بعد كده بجيب الماكسيمم بريشر. هنا هعكسها هقول مثلا ان انا عندي الماكسيمم بريشر، انا عرفت الماكسيمم بريشر كام عندي وابدا احسب البريشر ريتنج كام. يعني دي المعادله الثانيه اللي انا بحسب بيها البي ان اللي انا محتاجه للشبكه، يعني لو شبكه معروف من الاساس ضغط التشغيل بتاعها كام، يعني المتوصفة كده زي شبكات الحريق متوصف عندي أنا عاوز كام بار، فبقدر من هنا
المعادله دي تقدر تديني البريشر ريتنج للبايب، بروح اقول للمصنع انا عايزها بي ان كذا، فده الالاود اوبريشن بريشر مضروب في التست بريشر فاكتور اللي هو مره ونص ضغط التشغيل، في السايكليك سيلز بريشر فاكتور ده احنا قلنا اللي هو ضعف ضغط التشغيل مقسوم على الفاكتوري سيفتي فاكتور. الفاكتوري سيفتي فاكتور ده اللي هو المصنع بيخلي للبايب مره ونص مضروب مره ونص سيفتي، يعني يخلي البايب بيصنع البايب على اساس انها مره ونص تستحمل مره ونص الضغط البي ان اللي هو كاتبه لك، يعني لو البي ان بتاع البايب 16 بار فهو الفاكتوري او المصنع بيعمل بيصنعها على واحد ونص الضعف مره ونص الضغط ده. بعدين مضروبه في السيفتي بريكوشن اللي هو معامل امان او ثابت امان نسميه زي ما تسميه اللي هو 0.78، ده مقسوم ككل على التمبريتشر ريتنج فاكتور اللي هو اللي احنا شفناه في الجدول على حسب درجه حراره المياه بيقل الريتنج بتاع البايب. فلو عوضنا هنا بالرقم اللي كان خارج من المعادله اللي فاتت 5.85 ضربناها في 1.5 اللي هو التست بريشر فاكتور مضروب في السايكليك بريشر مضروب على على الفاكتوري سيفتي فاكتور مضروب في السيفتي بريكوشن مقسوم على التمبريتشر ريتنج فاكتور، هيطلع لي ب 15 بار اللي هو اللي هو انا كنت هنا معوض بيه في المعادله ده، فطلع الرقم ده. لما اجي هنا اعوض بالرقم ده يطلع لي ده. فزي ما انت عاوز بقى، هتبدا معاك ضغط التشغيل وعارفه كام هتقدر تحسب البي ان. طب معاك البي ان هتقدر تحسب الماكسيمم اوبريشن بريشر، تمام؟ يعني لو انا حسبت الماكسيمم اوبريشن بريشر يعني مثلا الكيو سي اس محدده كلاس اي، فانا عندي الكلاس اي 15 بار، يبقى هحسب من هنا الماكسيمم الاوبل وركينج بريشر طلع 5.85، يبقى انا معروف ان انا وانا شغال في الديزاين بتاعي ما تعداش الرقم ده، ما تعداش المضخه ما شغلهاش اعلى من كده، تمام؟ او ان انا زي مثلا في شبكه تانية من الشبكات متحدد لي الضغط، او انت قدرت ان انت تحدد الضغط التشغيلي عندك، فانا عوضت بالضغط التشغيلي يديني الايه انا محتاج كام، البي ان بتاع البايب كام. الموضوع ده هنشوفه دلوقتي بالمعادلات، هنعوض كده ونعمل ترايل اند ايرور وهنشوف الارقام بتطلع لنا كام في الاخر. زي ما قلنا كده عند درجة حرارة 20 ل 27 درجة مئوية بيكون الدي ريتنج فاكتور 1، وهنا انا البايب مثلا اللي انا استخدمها الكلاس اي 15 بار فهيطلع لي ب 15 بار. في نفس الوقت المعادلة دي مربوطة على اللي فوق، ال 15 دي هي الناتج بتاع اللي فوق، تمام؟ طلع لي 5.85. في نفس الوقت المعادلة دي مربوطة باللي فوق، تمام؟ وطلع لي هنا 15 بار، وهنا ده نفس الفاكتور الريتنج فاكتور اللي هو موجود هنا فوق، تمام؟ طيب لو قلنا مثلا عند ال 32 سيليزيوس دي بتبقى 0.8 ريتنج، ده على حسب الجدول عند درجة حرارة 32 0.8 ده بالنسبة للبي في سي واي، فبقت 12 بار. ال 12 بار الماكسيمم اوبريشن بريشر بتاعي او الالاوبل working pressure 4.68، ال 4.68 لما دخلها في المعادله دي تديني 15 بار، تمام؟ طيب منين جبت انا ال 32 سيليزيوس؟ ال 32 سيليزيوس دي اللي هي القريبه للدوحه، شهر اغسطس اقرب حاجه لشهر اغسطس، فانا في شهر اغسطس 35.7 35.7 ده الماكسيمم. لو جيت غيرت هنا وخليت دي 16 بار هيطلع عندي تقريبا 5 بار، ده اقصى ضغط تشغيلي و16 بار. يعني لما نقول طبعا دي عند 0.8، عند ال 0.8 اللي هي درجه حراره 32. طيب لو نروح لبلاد تانية لو 27 درجه مئوية دي بتكون 27 درجه مئوية البي في سي بيكون 0.9، نقول في بلاد تانية دي هتبقى 0.9، وهنا دي 27 درجة مئوية عشان نكون محددين 27 درجة مئوية 0.9 16 بار 16 بار بي في سي. انا هنا واخد ال 0.9 27 درجة مئوية للبي في سي. لو انا بحسب للبي اي انا بروح للماتيريال نفسها، يعني بروح بحدد الماتيريال او البايب اللي انا هشتغل بيها بالطريقة دي. ف
0.9 في 16 طلع لي 14 بار، 5.62 ده الأقصى ضغط تشغيلي. بعدين لما جيت عملت الترايل اند ايرور وعوضت بيه هنا في المعادلة دي طلع لي 16 بار، هو ده البي ان بتاع البايب المناسب للشبكة عندي. تقدر تعمل توافق وتبديل تشوف الموضوع هيمشي معاك ازاي، البايب اللي انت مختارها للشبكة مناسبة او غير مناسبة. شوف الحاجات اللي انت صممتها قبل كده، الحاجات اللي انت هتصممها في المستقبل، جرب الموضوع وهتلاقي بيديلك نتائج لحد ما يعني انا شايفها هتكون صادمة لبعض الناس او بعض المصممين، لان الموضوع فعلا كريتيكال وحرج وبيقع من ناس كتيرة جدا. في اخر الفيديو يا جماعة بشكركم، وفعلا يعني اتمنى الافادة للجميع. شكرا جزيلا.